خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم 2/4/2022، هذا الصباح وهذه 9 ديال الصباح كانت واجد في براج مولاي عبد الله. قبل ما نتكلم على الموضوع اللي راني جاي عليه، كتعرفوا بحال هذه الوقيته في 2020، يعني هذه عامين ولكن في شهر ماي، كنت جيت لهذ البلاصه لإثارة انتباه المسؤولين والمنتخبون والساكنه ديال جهه سوس ماسة بخصوص ندره المياه الجفاف اللي كيهدد البلاد ديالنا ورحنا وقفنا عليها. وكنت كنوجد واحد السلسله ديال الحلقات اللي غادي يكونوا تحسيسيه. المواطنين عافاكم حافظوا على الماء، المسؤولين راه الماء كيديه لنا الفلاحه، شنو الخطط، شنو كيفاش غادي ديروا. المهم كان عندي واحد السيد والي جهه سوس ماسة كانت عنده نظره واحده اخرى، في بلاصه ما يشوف يقول، وما طلبتش منه تشجيع، على الاقل يقول هاد السيد راه كيقوم بواحد العمل اللي هو مواطن، لان ندره المياه والاهميه ديال هذا الموضوع ومستقبل ماشي غير المغرب ولا جهه سوس ماسة، مستقبل البشريه. اش كيدير السيد الوالي؟ لما ساليت التسجيل ديماريت مشيت انا غادي في الطريق راجع في حالتي الاكادير، كيتلقاو لي الجدارميه باوامر من الوالي، وكنتلقى معاهم القيد، ارى الوراق ارى هذا. المهم قلبوا دوك الوراق، قلبوا كل شيء، قال لك القيد ديال تامري كيهز دوك الوراق وداك الترخيص اللي عندي، لان كانت كوفيد، الترخيص اللي عندي، وكيعطيوه للمصالح ديال الولايه. مصالح الولايه كتعطيه الصحافه الصديقه، وكيقولوا بان راه داكشي مزور وبان راه خرجت انايا وخرجت على اكادير بوثيقه مزوره وماشي صحيحه. الجدرميه كيديروا التحقيق ديالهم كيلقاو كل شيء صحيح، ولكن كل شيء صحيح السيد الوالي واخا هكاك قشعد فيها. صيفطوني للحراسه النظريه يومين في الكوميساري، نهار عند الجدرميه نهار عند البوليس، وعطى الاوامر ديالو المدير الجهوي للصحه اللي حتى هو حط شكايه، وداروا شكايه كونجوانت ولايه اكادير مع وزاره الصحه، وكانوا معولين حسب بعض المصادر من تما لسجن ايت ملول. دايور ما بعض المعطيات ولا المعلومات اللي هي دقيقه، عيطوا للسجن ديال ايت ملول وقال لهم رضا راهم جايبينه لتما. شوفوا الناس كيفاش كيخمو، شوفوا الوالي والقوه ديالو على كل شيء، لانك هو المنسق بين المصالح الخارجيه تحت امره ديالو، البوليس، الجدرميه، اللي بغيتو، القضاء كيدير اللي عجبو، وراه داكشي اللي كان دار. وخلصت واحد المليون، من بعد قالوا واخا نصيفطو للحبس ما عندناش وثائق صحيحه، كل شيء صحيح، وهذا داو لي مليون ديال الكفاله وخرجت، وبقاو متابعيني، وحكمت عليا المحكمه بالرغم من ان الوثائق صحيحه، بان ما عنده ما يشد فيا، حكموا بست شهور موقوفه التنفيذ، وداك المليون يمشي في سبيل هذا الوطن رخيصه. وحتى السيد الوالي بين مستواه، ما نقولهاش لان الا قلتها غادي يقولوا عاوتاني شكايه واحده اخرى، المهم مستوى ضعيف. كتعرفوا علاش جيت لهنايا؟ هذا البراج ديال مولاي عبد الله اليوم عامر ب 17.3%، العام اللي فات كانت فيه 28.3%. البراجات ديال جهه سوس ماسة كتعرفوا اولوز اليوم فيها 30.9، العام اللي فات كانت 62.9، يعني بالنص. سد عبد المؤمن فيه 4.6%، تصوروا معايا العام اللي فات 13.6، مختار السوسي 11.9، العام اللي فات 63.7، ويوسف بن تاشفين هو اللي فيه شويه الماء 48%، العام اللي فات كانت فيه 24. يعني جهه سوس ماسة الماء، ندره المياه، واحد الخطر لها هو جاي. كتعرفوا كاينه ستاسيون ديال تحليه المياه، الناس فرحانين كيقول لك ستاسيون ديال تحليه المياه ما يكونش عندنا مشكل. لا، المشكل كاين، لان اولا ديك لا ستاسيون تقابت بمئات الملايير، ودوك الملايير غادي خصنا نردوهم نخلصوهم كريديات. هذيك لا ستاسيون ملي غادي تعطي الماء عنده واحد الفاتوره اللي هي غاليه، ماشي محل الماء البير ولا محل الماء البراج، دونك حتى هادشي غادي يرجع على الفلاحه وعلى الماء الشرب وعلى بزاف د الحوايج. عنده انعكاسات، هاد لا ستاسيون عندها انعكاسات على البيئه، هذيك الملوحيه كلها اللي كيخرجوها من الماء البحر كيعاودوا يلوحوها كونسونطري، يعني غادي يكون واحد الانعكاسات على البيئه في المحيط ديال ديك لا ستاسيون اللي غادي يكونوا خطيرين شويه. دونك هذا واحد الجانب. اليوم المغرب كيتكلم على ندره المياه، كيتكلم على واحد الخطر اللي هو جاي، رحنا مدوزين 10 سنين تقريبا ديال الجفاف. جل البراجات ديالنا من نهار تحلوا ما عمر دار لهم دراكاج، يعني الصيانه من نهار بداو،
والدوله لما مشيت سولت في هنايا في الحوض المائي كيقول لك بان الا بغينا نديروا الدراكاج غيتقاب علينا غالي. انا ما كنفهمش هذا الغلاء كيفاش داير. لا نمشيو نحلوا براج اخر ولا نعليوه؟ 10 سنين وحنا ديال الجفاف، الى غير كل عام نقاو شويه في البراجات ديالنا ونقاو الويديان اللي كيجيبوا البراجات، ما غاديش نطيحوا في هذه الازمه اللي حنا فيها. يعني ما كاينش واحد التصور بان اودي البراج كل عام غنقيو شويه، كل نهار كل خطره غادي نخرجوا له واحد الميزانيه باش داك البراج، ولو كيقولوا بان المده الزمنيه 30 عام وحنا اللي وصلنا ل 50 عام راحنا ربحنا. كتعرفوا 10 سنين ديال الجفاف، يعني الارض الفرشه المائيه دايره بحال واحد البونجا، غير البونجا ملي كتكرم الله يحفظ، ملي كيجيو دوك الامطار يا اما الخمسينيه ولا اللي كثر وكطيح الارض ما كتشربوش، كيطراو فيضانات كيطراو كوارث. واش الدوله ضربات حسبه الجماعه ديال الاورير؟ واش لان كلها مبنيه فوق الواد؟ واش الدوله لان الالاف ديال الناس هذوك اللي عايشين تما الله يحفظ الا وقعت شي حاجه مشاو كاملين؟ واش الدوله دارت الحسابات الى الله يحفظ كاين عدد من شوفوا ازرو شوفوا عدد من الجماعات اللي مبنيه جنب الواد، الى جاب الله دوك الامطار واش ما يطروش الخطر على الساكنه الفيضانات؟ واش الدوله موجوده لهاد الامور هذه الكوارث الطبيعيه ولا نخليوها ونقولوا هذا مكتب الله؟ اليوم الدوله كتكلم وكتدق ناقوس خطر او دي الماء ما عندناش، حنا متفقين كما قلت لكم راه لا ستاسيون ديال تحليه المياه هذه غير واحد الالتيرناتيف واحد الحاجه باش ما نموتوش بالعطش، ولكن واش الدوله دارت واحد البلان مارشال ديالها باش تحبس هذا المشكل هذا؟ لا. كتعرفوا بان الدلاح داير خبله في زاكوره، داير خبله في طاطا، داير خبله في تارودانت اللي اصلا الماء ما عندهمش، واش باقيين حنا نزرعوا الدلاح؟ واش ما يمكنش لنا حنا نستوردوا الدلاح في اي وقيته من اي بلاد اللي عندها الماء ونبيعوه هنايا ونجيبوا دلاح زوين بحال الا عندنا وما نصدروش الدلاح ديالنا؟ واش الليمون باقي عندنا بالهكتارات في تارودانت وانتم ما عرفتوش شحال ديال الماء كياكل؟ كتعرفوا بان كنا كنقولوا بركان اللي هي العاصمه هي ديال الليمون والمياه وكل شيء فيها، بركان تعاني من شح المياه وهذا واحد الخطر كبير اللي كيهدد بلادنا. واش الدوله دارت شي حاجه؟ يا سيدي ما نصدروش الليمون، نجيبوه حتى حنا من دول اخرى للساكنه ديالنا ونشوفوا واحد الفلاحه اللي كتقتصد الماء. انا الدوله اللي كنحييها على شنو كدير في هذا المجال هما السعوديين، هما الخليج كله، الاماراتيين، القطريين، لان داروا زراعات في الصحراء واللي اللي كتاكل الا واحد القله قليله من المياه. وكاين اسرائيل اللي هي في الصحراء وعندها واحد العدد ديال الفلاحات، ولكن اللي كتاكل الماء ما كيقربوش ليها، كيستوردوها وكيحافظوا على الفرشه المائيه ديالهم. ومن حاجه اخرى مطورين بزاف في الفلاحه وكيفاش تقنيات ديال الري، احنا ما كاينش باقين. واحد الجهه في الرباط كتقول وكوك عباد الله راه الماء ما عندناش في المغرب راه حنا في الجفاف، ولكن ملي كتمشي على الارض الواقع كتلقى غير الشعارات، باقي الدلاح باقي الليمون باقي كيسقيو بالري باقي كيسقيو زعما بواحد الطريقه عشوائيه وتا شي واحد ما مسوق. كتدخل المدن لافاجات فين ما مشيتي، ستاسيونات ما كاين غير شر الماء وهذا وتضياع ديال الماء وتا شي واحد ما مسوق وتا شي واحد ما حاس بان راه واحد النهار يقدروا يقطعوا علينا الماء، واحد النهار يقدروا يعطيونا غير ساعتين في الماء، غير ساعتين. خاص تعرفوا بان كاين مواطنين في تفراوت كاين في النواحي كامله راه ما عندهمش قطره الماء ما يشربوا، حتى من دوك العيون كلشي ما بقاش فيهم الماء. واش الناس حاسين بهذا الخطر اللي كيهددنا ولا لا؟ كلشي مضارب كلشي كيتهافت على تفاهات وخلينا المعقول. الدوله اليوم مجبره دير حمله تحسيسيه للمواطنين بطرقها، لان هذه اولويه من الاولويات. احنا مزعطره علينا في حياتنا اليوميه ما نزيدوش هذا المشكل ديال الماء، نديروا احتياط ديالنا ان بعد 10 سنين ديال الجفاف الارض ما كتشربش الماء. الى الله سهل علينا بشي امطار الخير والله يعطينا على قد النفع غادي يكونوا فيضانات اللي غادي يكونوا قاتله، غير الله يحفظ، لان ما عندناش تجهيزات، لان بانين في الواد، لان بانين جنبات الواد، لان العشوائيه خلاتنا كنعرضوا حياه المواطنين للخطر. غادي نجيب واحد الدويره هنا في براج مولاي عبد الله وغادي تشوفوا امور كي دايره. شوفوا هنايا
كان كيكون الماء واصل حتى لذاك الفوق، وهاد الجنبات الارض كارمه وشويه ديال الماء 17%، يعني ماشي حتى الربع ديال البراج، وهادشي راه كاين الزبل. شوفوا كل نهار كيتبخر الماء وكيرجع البراج. الحمد لله اللي ما بقاش كيعطي الشرب لأكادير، هذا كيعطي التمريل، إمسوان، أنزا، النواحي، أورير، إيموران، تمراخت، ولكن أغلبية راه كيتبخر وها هو كيتراجع. ما غايزي فين يسالي الصيف حتى يكون قليل، ولكن ملي كنسمعوا 4% براج عبد المؤمن كارثة. والبراج كيداير كله خاوي تقريبا، الصحراء والقيفار.